بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. لدي رسالة من أخ فاضل يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مولانا، عندي اقتراح لكم إنشاء سلسلة جديدة بعنوان ماذا استفدت من قناتنا، ستكون جميلة وفيها فوائد كثيرة، بما في ذلك تثبيت أهل السنة والجماعة، خاصة ممن ترك الوهابية حديثا، والله تعالى أعلم. طيب، هذه فكرة نحن نطرحها لكم على العلن، إذا كان هناك من الإخوة من علق عليها وأعطى رأيه بهذه الفكرة، وكذلك من أرسل لنا يعني فائدة ملخصة موجزة تصلح عنوانا لحلقة فيها لفت أنظار من لم يكن من أهل السنة، وفيها تثبيت لمن دخل في السنة حديثا، وفيها تنبيه لكل وهابي احذر قبل فوات الأوان. نحن لم نتكلم إلا بعد أن طفح الكيل جدا، ورأينا شخصية تتبع يلخص فيها الإسلام العظيم وتقدم على جميع أئمة المسلمين، يقال له شيخ الإسلام، وأن هذا له عصمة وإن لم يصرحوا بها، وأن كل علماء أمة، بل حتى وجدنا تسجيلات من يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي يخطئ في الاجتهاد، بينما فلان الذي ابن تيمية لا يخطئ. رأينا أشياء من هذا القبيل، وأذكر أني تناقشت مع بعض الإخوة الفضلاء عن بعض أنصاف الوهابية، قد خرج على قناة مشهورة يعظم ابن تيمية تعظيما لا مثيل له، لكنه وقع في كلامي أنه يمكن أن يخطئ، فقال لي هذا إنجاز كبير، تقدم كبير، أنه اعترف أنه يمكن أن يخطئ. إضافة إلى التشويه المتعمد لعلوم الدين، والطعن بأئمة الإسلام والمسلمين، وتقويل أهل السنة والجماعة الأشاعرة والماتريدية ما لم يقولوا، واتهامهم بأباطيل كتقديم عقولهم على النقل، وأنهم يقولون بصفات سبعة فقط، وأنهم كذا، وأنهم يقولون الله في كل مكان إلى آخره. كل تلك الخزعبلات التي بيناها وفصلناها مفصلة في تسجيلات كثيرة جدا، ربما اقتربت من 5000 أو زادت عليها. الآن اقتراح أخينا هذا نضعه بين أيديكم، وإليكم الحكم في هذا. الإخوة الذين يتابعوننا من سني أو وهابي أو شيعي أو إلى أو إباضي أو إلى أو أي إنسان منتسب إلى القبلة، اكتبوا لنا، علقوا، اذكروا لنا ما ترونه، بل ما تنتقدونه أيضا. ليس يعني ليس الكريم على القناة بمحرم، نحن نريد الكمال، والكمال هذا يعني مطلق، نحن مقيدون بحاجة إلى أن نصل إلى الكمال، والكمال هو الأسوة الحسنة التي هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل منا يؤخذ من قوله ويرد. نعيدكم بأننا نرحب بكل اقتراح جدي، بكل نقد موضوعي علمي، ومرات كثيرة نشرت أشياء جاءت نقدا علميا، لكن حينما أرى من صاحبها الموضوعية، لا أرى منه التحزب والتشنج الحزبي، لا أرى منه الشتائم وقلة الأدب والديانة، هذا ماذا أفعل به؟ إنسان يبدأ كلامه بشتيمة، يا جهمي، يا قبوري، يا عدو الله، أيها المشرك، ماذا أفعل به هذا؟ هذا إنسان يعني هالك لا محالة. لماذا؟ لأنه لا يبحث عن الحقيقة، ويتكلم بغير علم، ويطعن بلا حجة ولا برهان، يخالف دين الله سبحانه، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، وإن الرجل يصدق
ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فاقتراح أخينا كما وعدناكم نلتفت إليه، والأمر بين أيديكم. إن رأيتم هذه الفكرة مناسبة وصائبة ووجدنا مادة لنشرها، خلاص ليس عندنا مشكلة، نبدأ بالتعليقات وبعد ذلك بالرسائل، لكن نبدأ بالتعليقات حتى نرى أن هذه الفكرة فعلا تلاقي قبولا عند الناس. نحن نبحث عن الفائدة ونحن نراجع أنفسنا. أحيانا أسافر، ليس عندي وقت، الأشياء مجدولة تعرض بشكل آلي، أنت بعد ذلك إلى خطأ في زلة لسان حصلت، إلى خطأ في آية، نعم يمكن هذا، في حديث رويته بالمعنى خطأ هذا، فينبهنا الناس. الآن هذا الاقتراح ماذا استفدت؟ ما هي الجوانب الإيجابية التي أثرت نفسك وقدمتك ورأيت نفسك بعقلية جديدة؟ كل واحد يكتب لنا ماذا تحصل لديه وما هي الفوائد التي أخذها من هذه القناة، كيف كان قبل القناة وكيف كان بعد القناة. نحن نستمع بإنصات، والناقدون هؤلاء إذا قدم نقدا علميا موضوعيا ليس كلاما مرتجلا مرحبا به، والله أنت تنتقص الكبار وما سلم من لسانك أحد، هذا كلام خطابي، الذين جرحتهم من خالفوا أهل السنة والجماعة أو خرجوا عن منهجهم، والذين مدحتهم ربما يكونون أكثر، والممدوحون بعضهم في حلقات متعددة، وأيضا كنت محاميا عن أهل الحق حينما يطعنون ويتهمون بما لم يقولوا، فكنت أدافع عن المظلوم من علماء الإسلام من أولياء الله الصالحين، وأرد على كل مبتدع. بدأنا سلسلة فيها المفاهيم والمصطلحات ونشر منها حلقات متعددة لا علاقة لها بالردود هذه، إنما تبين لك مثل تاريخ التجسيم متى بدأ وكذا، تاريخ التعطيل وكذا وكذا. الآن نطلب منكم أن تزودونا بالفوائد التي استفدتموها، كذلك باب الاقتراحات مسموح لمن يقترح، كذلك باب النقد العلمي الموضوع الهادف البناء مرحب به جدا. بل أنا ألغيت عددا من التسجيلات حينما جاءت اقتراحات علمية هادفة. الذين يطالبوني أن أرد على هؤلاء السفهاء الذين يشتمون الأئمة وأولياء والصالحين وهم ليسوا من أهل العلم ولا من أهل الأدب وطعنوا بي شخصيا، رددت بعض الردود، فجاءني هجوم كاسح من العلماء والصالحين يقول كيف تنزل إلى مستوى هؤلاء، ابقى على طريقك السابق. فقمت بحذف كل التسجيلات السابقة التي توهم التعرض لهذه الكائنات. فباب الباب مفتوح تماما. وكم من مرة اتصل عالم أو ولي صالح من أولياء الله وقال عدل الكلمة الفلانية، عدل العنوان، وسع هذه المسألة وهكذا، وضحها، هذا فيها إجمال، بينها، أن نحن نرحب بالجميع وبابنا مفتوح للكل. ورحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، لكن الكلام الخطابي لا أريده، أريد كلاما علميا موضوعيا. أنت تنتقص شيخ الإسلام، أنا أنتقص؟ ماذا أنتقص؟ رددت عليه فيما خالف فيه الجمهور. أنت تهون من شأن الدعاة، الدعاة هؤلاء كانوا ذريعة للإلحاد، اتخذهم النصارى من أجل الطعن في الدين بما يسمى الإعجاز العلمي ونحوه، وهناك زور وبهتان، فاتخذه الكافرون من أجل تشكيك الناس في دين الإسلام، فهنا يجب أن نكون على حذر شديد جدا. مرحبا بكم وأهلا وسهلا، وحياكم الله تعالى وبياكم، وجمعنا في الجنة وإياكم، نحن بالانتظار، ونعدكم أن نأخذ كل تعليق. والمسألة هذه تأخذ مني أحيانا عدة ساعات، أحيانا في بعض الأيام، حتى
أقرأ كل شيء وأرد على كل شيء يحتاج إلى رد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.